السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا كامل على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم الرفيسه بالحرشه. عندي الدجاج مغسول ومنقي ومغسول بالحامض والملحه، عندي نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين الروميه والبلديه، عندي الحلبه، الحلبه مكتره من تقريبا شي زلافه صغيره ديال الحلبه، رصع الثومه مغسول، عندي العدس مغسول ورقدته تقريبا جوج سوايع في الماء وما رقدش ما يتفسخش ليا، وبصله متوسطه مشلضه ومعلقه ديال السمن وواحد جوج فصوص ديال الثومه غادي نحكهم. ندوزو للتوابل، عندي معلقه عامره ديال راس الحانوت مسخن، عندي معلقه عامره ديال الخرقوم البلدي وضامه ديال الزعفران ومعلقه صغيره عامره ديال السكنجبير حيت جوج تيبغي السكنجبير ونص معلقه ديال الابزار وشويه الملحه. ندوزو لطريقه التحضير. المهم درت الدجاج، ندير عليه الزيت، هادي جا كنت المهم انا حكيت رصع الثومه جوج بيوتا ودرت معلقه ديال السمن، نزيدو عليها البصله، كتجي زوينه والله العظيم. هادي وقت هاد البرد ديال العدس كندير كلشي في خطره. الحلبه اللي ما كيبغيش الحلبه ما يديرش ما يديرهاش ولا يدير غير شويه منها. الحلبه ردوة مسخن، من بعد غادي نزيد منه واحد شويه تيطيب يطيب، وعاد نزيد واحد المعلقه زعفران والتوابل. دخلت ليا القامة الدجاج، درتو تقلى، غادي تقلى غير واحد شويه باش تدخل لي ديك العطريه الدجاج و القامة ديالتو كاملة صافي، وندير عليه الما باش يطيب. هو تقلى واحد شويه، دابا غادي ندير الما غيديرو الما لحقاش غادي نحتاجو لاصوص ديالو، غادي نحتاجو يطيب الدجاج و يطيب الحلبة والعدس، من بعد غنديرو فيه الحرشة. ندير هاد رصع الثومة صافي، وغادي نسد عليه نخليه حتى يطيب وانا معاكم. دابا غادي نحضر معاكم الحرشه، غادي نسكر ديال السمن الرقيقه ديال الحرشه، شويه الملحه، واحد نص معلقه ديال راس ديال المساخن غير شويه، ولا بغيتو ديروا فيها الزعتر ديروا حكوا شي شويه وديروا حتى كيجي زوين. وغندير شويه ديال الزيت البلديه تقريبا شي 3 معالق ديال الزيت البلديه، نجمعها كنجمع مزيان بهاد شوية الزيت والمساخن والملحة صافي، ندير ليها الما، الما عامر روبيني. Thank you.
مزيان نزيد ليها الماء، ما تكونش قاصحه، ما تجمعوهاش قاصحه، نعطيوها شويه الماء باش حيت مازال غادي يشرب وتجيكم هي هذه. انت بغيت سميتو طحنوها غادي تجيكم مزيانه، تغلبوا عليها داغي، الا كانت قاصحه غتعذبكم شي شويه. على هاد الجهد هذا بس مازال غتشرب ليا، ملي غنبغي نطيبها غادي تبقى شربات. هاد الجو هذا بارد عادي، ديال هاد الشي ديال الحلبة مسخن مع الشتا كتجي هي هاديك. هانتوما بحال هكا، خليها واحد شويه صافي ونبدا نطيب فيها. هنا دابا داك المقلا هما تا هما شي بوطه، درت غير المقلا وشيت هاد السميده، غادي ندير عليها حرشه لوطه صافي، وغادي نحرش السميده. هذه على الصفوف جربت لكم تسمعوا ولا لا، ممكن في عيشات ترشو السميدة وتقرر الصوت غير تشوف وقرر الصوت وخا ميطيبوها تهرس ليكم ولا شي حاجة، أصلا هي غادي تسير غادي تتقطع متبقاش مقادة. من دابا أنا درستها غادي نشعل عليها البوطة ونطيبها ونشعل معاكم إن شاء الله، مطولش عليكم ونيت الكوكا تبرد طاحنة. هناك الحرشة طابت، المهم أنا كندكها عاد بهاد الكاس، ما عنديش اللي تاع المهراس كنديرها بهذا، كلشي كلشي كينفع. درت جوج ديال الحرشات، ما تخليوش حتى تبرد عاد تبقى عاد تبقاو تدكو فيها، خصكم تكون سخونه من المقله الدقيقه. نوريكم خصها تكون بحال هكا مازال، وغادي تفركوها بيديكم بحال هكا باش تطلق، ما تكونش غليظه. هذا غير كتمشي معاكم، قلبوها أو تاني دكوها باش تجيكم متساوية. المهم أنا غادي نكمل على الطريقة حتى نرجع معاكم إن شاء الله. جبت ليكم اختراع جديد ضحكوا عليا. المهم أنا ملي كندير كنطحن في الكاس، كاس تاع مولينيكس هو اللي كنطحن فيه، هذا كندير له بحال هكا، ما كنطحناش بزاف كتسربيني الصراحه، كتجيني بحال دقيتها بيدي، كنطحن وكنحبس بارك الله. شوف كيفاش تجي بحال تنحنت عليها ضربتها بيدي. هانتوما البنات خوتي وخواتاتي كاملين، شوف كيفاش تجي وكتسير بصراحه، ما كتشدش لك الوقت بحال ملي كتكون تضرب بيدك. هذا هو الكاس اللي فيه هكا، ممكن نقطع طروفه بحال هكا
ندير قدامكم. المهم انا غادي نمشي بهذه الطريقه حتى نسالي ورجع معكم. قربت لكم الكاميرا مزيان باش تشوفوها، واخا تقولوا راك الطحينه في الطحينه راه غادي تجي بحال الطحين، لا شو كي تتولي شو. المهم تتسربيني الصراحه بدك نبقى ندوك بالدكاكه ولا بالكاس كتجيني شويه قاصحه وكتعطلي اصلا كتشد الوقت هكا. يلا شكتي تجي بقى فيها القشره غليظه شويه. دابا درت فوق مع لاصوص، حيت الدجاج وحيت شويه الحلبه والدجاج وديك الثومه، ودرت الحرشه هنا خليتها فوق البوطه واحد شويه بلا ما هي شربات واحد شويه بعدا تكون بحال هكايا. كتجي غزاله الصراحه، كتجي بنينه. المهم انا غادي ننسالي موجده غادي نوريها لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالنا بالحرشه. كنتمنى من الله تعجبكم، وما تنساونيش بارطاجيو مع الاهل والاصحاب ديالكم وديروا تفعيل الجرس ولي لايك. هذه هي الرفيسه، خلي صحتها رطابت عاد عاد حطيتها، وكندير عليها من الفوق زويته بلديه كتجي غزاله.